جار اللي فوقي على ذوقي أروح إنسان، جار اللي تحتي على صوتي يا ما سهران، يا ما تخانقنا وعلقنا ولا مشكل قدر يفرقنا، ولا مرة ارتحنا أو نمنا واحد فينا زعلان. مش بس الحي بيجمعنا، نحنا عالحب تجمعنا، كل واحد عم يسهر معنا يفهم معنا الجيران. مش بس الحي بيجمعنا، نحنا عالحب تجمعنا، كل واحد عم يسهر معنا يفهم معنا الجيران. طبشتيني. شو الصيدلية ما صادلة بعدكم ما نمتوا؟ ما ماما عم تجلي. صارت الساعة 10 وبعدها عم تجلي. فوتوا على النوم فوتوا. الو يا علوش، يا عيان عند التماسيح. ماشي يلا يا زلمه، ضروري تقول له هلا هلا بيجي يبلش فينا مواعظ ومحاضرات ونختم القران نريد ان ندخل الجنه طبعا. فوت فوت مفتوح الباب. السلام عليكم. ما شاء الله عامل عامل الشباب. الشباب شو عم تلعبوا؟ بلياردو. أخ محمد هل صليت؟ الحمد لله صليت. أنا ما صليت. وأنت يا علي صليت؟ لا والله بعد. بعدك ما صليت انك بالشهر الفضيل؟ صار له 3 ساعات مقدم. قوم استهدف الرحمن وصلي. صوت يا زلمه. شو صوت صوت هيدي؟ شو صوت صوت هاي؟ اترك المسك وتطلع فيني. شو عدى بعدهم عم يرقدوا؟ لا مش انا. استهدف الرحمن قوم اتوضى وصلي، نحن بالشهر الفضيل. طب شو هاي السرطان عم تشتمني؟ يعني بالوقت الاضافي. بالوقت الاضافي؟ نعم. وانت يا اخ عباس صليت؟ يلا يا اخ عباس قاعد عم تفقس بالتليفون وبعدك ما صليت، نحن بالشهر الفضيل. يلا يلا هاي بيرجع بيقول لي يلا يلا. قوم استهدف الرحمن، تفضل صلي يا اخ عباس. ما بصير يا خيي. لك شو بدك مني؟ والله عرفتني بالوقت اللي جيت بهديت. بدي الثاني قلت لك ما بدك قلبه، قلت لك بس رد عليه. لك هلكني طوشني. قلت لك كنت اللي حكيناهم. شو حكينا هلا؟ تفضل. يا شباب ما انا كرمال من عم بحكي، ما نريد ان ندخل الجنه معا. قوم صلي. اخ محمد دورها دورها دورها. كيف بيلعبوا فيها هاي؟ تلعب بهيدي بتشوف، بهيدي باس. باس؟ احكي عربي شو باس. طيب تمريرة هيدي بترفع. عرفت كيف؟ ادخل ساس. بدك تهزمني؟ جار اللي فوقي على ذوقي أروح إنسان،
وجار اللي تحتي على صوتي يا ما سهران يا ما تخانقنا وعلقنا ولا مشكل قدر يفرقنا ولا مرة ارتحنا او نمنا واحد فينا زعلان مش بس الحي بيجمعنا نحنا عالحب تجمعنا كل واحد عم يسهر معنا يفهم معنا الجيران مش بس الحي بيجمعنا نحنا عالحب تجمعنا كل واحد عم يسهر معنا يفهم معنا الجيران